كان لابد لنا من زيارة أحدى النساء الرائدات والمميزات في المجتمع. إنها زهرة صاحبة 33 ربيعاً، ابنة مجانة ببرج بوريريج. هي قصة كفاح امرأة تحدت مرض السرطان في صغرها، مرض حرمها من التعليم، لكن مثابرتها جعلتها تواصل دراستها كطالبة حرة. لأنه البداية كانت صعبة، صعبة جداً، وخاصة يعني الجانب النفسي والجانب السيكولوجي هو اللي كان يلعب دور فعال. عادي تأقلمت مع الوضع والقضاء، يعني أنا لم أتحدى القضاء والقدر بل تحديت الواقع. أكملت دراستها الجامعية وحصدت شهادة ليسونس في اللغة الإنجليزية، لكن حولت اهتمامها تجاه مجال البيئة بإنشاء مشتلتها الخاصة للنباتات التزيينية. احنا هنا خاصة في ولاية البرج تقريبا نقص الثقافة البيئية، وربما كنت يعني بشيء القليل، وكانت الناس تجي وتشري وتشجع، يعني هذا هو الشيء اللي يلقيت يعني صدى. لا تزال إلى اللحظة تنظر للحياة بتفاؤل، فبنظرها الآلام ليست عائقا ما دامت الأحلام أقوى منها. المرأة الجزائرية لا زالت تعطي وما زالت تجود بعطائها وأفكارها للمجتمع الجزائري، وسجلت المرأة الجزائرية أسمها عبر التاريخ بأحرف من ذهب. زهرة هي مثال للمرأة الأم، للمرأة العاملة وللماكثة في البيت. امرأة تحدت أصعب لحظات الحياة. فعيدك سعيد.